ابتداء من الأسبوع المقبل 600 مغربي من أصل 5000 مطلوبون للتطوع، الغاية المشاركة في الشطر الأول من التجارب السريرية لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في إطار اتفاقية تعاون مع مختبر صيني لتمكين المغرب من اللقاح فور توفره. لكن هل المغاربة مستعدون للتطوع لخوض هذه التجربة الجديدة؟ حقيقة أنا ما نقدرش نتطوع، حيث كنشوف بأن الأمر أكثر من أن عمل إنساني أنك تقدم تعاون تطوع باش تعاون الناس، هو بالحقيقة أنك تقدر تكون عندك مضاعفات ولا شي حاجة، حيت على حسب اللقاح كيحتاج واحد المدة كبيرة. لكن التجربة أن عندها شي أعراض تطلع عليا وشي حاجة، ما يمكنش نشارك في هذا الشيء أنايا. أنا كمواطنة مغربية نقدر نساعد هذه البلاد هذه، ونقدر ندير نتعاون معاهم باش هذا اللقاح هذا نقدروا ناخذوا ويكون شي نتيجة. الفكره زوينه واول مره غادي تدخل زمان المغرب كفكره، ونتمنى من الله يكون انا مستعد لتطوير الفكره هذه. انا مستعد للتطوع. مستعدون إذن وآخرون متخوفون من المجازفة. في المقابل ضمانات مؤطرة بالقوانين والتشريعات الوطنية ومعايير قانونية عالمية ومبادئ أخلاقية صارمة وضعت لضبط هذه التجارب السريرية، مع ضرورة الحصول على موافقة صريحة من المتطوعين وإطلاعهم على المخاطر المحتملة. لكن الضمانات كلها كاين الحمد لله في المغرب واحد الترسانة قانونية التي تؤطر هذا العمل وهذا التطوع ديال الناس، اذا ما كاينش خوف معين على الجمهور العريض. كيف تتم عمليه التطوع؟ هو كيجي للشخص وكنخبروه تماما، كنعطيه ورقه جوج الاوراق مكتوب فيهم جميع المراحل ديال التجارب السريريه، وكنعطيوه حتى المعلومه في اذا كانت غتكون واحد الاراض اثار جانبيه ولا شي حاجه. ومن بعد ذلك كنطلبوا منه كنعطي واحد الورقه اخرى اللي كتسمى الموافقه عن علم. الثقافة ديال التجارب السريرية ضرورية بالنسبة للمغرب، لأن إن شاء الله حتى حنا بغينا قبل ما نستعملوا أي دواء في المغرب يكون عندنا إمكانية باش نشربوا على المغاربة باش نقولوا واش صالح لهم ولا ما صالحش لهم. التجارب السريرية إذن مسلك لا بد منه في أي بلد بالعالم لتطوير أي لقاح أو دواء، تجربة جديدة يخوضها المغرب قد تغير بعض التأويلات الخاطئة. والشروع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية يعني أن اللقاح تمكن بنجاح من اجتياز اختبارات الفعالية والسلامة التي أجريت ببلد المنشأ، ليجد السبيل بعد ذلك معبدا للتصنيع.